صحتي في ماكلتي والتغذية أكيد هي الحياة، هي الاستمرارية. معنا ابتسام إمادي اللي كتقربنا أكثر من المواد الغذائية والقيمة ديالها والكميات اللي ممكن ناخدوها وكيفاش نتعاملوا معها. وحتى نهي تدبت ابتسام إمادي، صباح الخير. صحنا ما كان بعد على الميكرو سونسيبل شي هاد الميكروفونات اللي عندنا. احنا بعدا راه اوني طون بامور، احنا رانا عاشقينهم ولكن راهم سونسيبل بواحد الشكل ما تصوريش. يعني كلشي كيتسمع، تصوري حتى السيلو الى حيتي ليه الغلاقه. سمعت. مرحبا، ربي يخليك. كلشي مزيان الحمد لله، بخير الحمد لله. غدا ان شاء الله ما غتكونيش معنا، غنتوحشوك والمستمع غادي يتوحشك اكيد، ولكن غنشوفك ان شاء الله في الاسبوع ان شاء الله اللي غنكونوا فيه مجموعين. تكلمنا طيله الاسبوع البروتينات، الاهميه ديالها، البروتينات الحيوانيه والبروتينات النباتيه. بقات لنا اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء كبروتينات حيوانيه. نعرفوا بها اولا ونعرفوا الدور ديالها معك والأهمية ديالها معك وكيفاش ناخدوها والكمية. وأكيد غنختموا بواحد الخلاصة صغيرة عن أهمية البروتينات في الحياة الغذائية ديالنا. ألوغ بالنسبة كما ذكرت البارح أنه إلى دبنا اللحوم في ترتيب تنازلي، كنبداو بالأسماك هي الأولى، يعني هي اللي الأفضل نستهلكو أكثر. موراها كتجي اللحوم البيضاء، يعني دجاج، لاداند، قنية، هادو كلهم كيبقاو في اللحوم البيضاء. وكاين اللحوم الحمراء اللي كنقولو البقري، الغنمي، كلهم كيمشيو هكا في هاد الترتيب. دونك قلنا الأسماك من الأفضل نستهلكوها أقل حاجة 3 ديال الخطرات في الأسبوع، ومن الأفضل ما نقليوهاش، ناكلوها يا إما طاجين يا إما في الفران، ولا باش ما نضيعوش ليها الفوائد ديالها. وقلنا هذه اللحوم البيضاء نستهلكوها 3 خطوات في الاسبوع ماشي اكثر. داكوغ. بالنسبه للحوم الحمراء، اللحوم الحمراء هي معروفه انها غنيه بالحديد، والحديد ديالها هي ولا اللحوم البيضاء كيكون سهل الامتصاص ديالو في الامعاء ديالنا، ماشي بحال الشكل ديال الحديد ديال اللي كيكون في القطنيه او لا في لي زيبينا ولا اي حاجه نباتيه. دائما كيحتاج لا فيتامين سي او لا شي حاجه اللي تخليه يدوز للدم ديالنا. بالنسبه للحوم لا، الحديد اللي كاين فيها كيدوز غير بسهوله للدم ديالنا. حاجه اخرى فيها الزنك، فيها السيلينيوم، فيها لا فيتامين بي 12 اللي هي كتكون غير في المنتجات الحيوانيه. ولكن هادشي ما كيعنيش، رغم هاد الفوائد اللي كاين في اللحوم ما كيعنيش اننا نستهلكوها اكثر منها. علاش؟ حيت بعدا اول حاجه اللحوم البيضاء ولا اللحوم الحمراء فيها واحد الدهون اللي هي ما كتشافش بالعين. دونك ماشي نقول انا لا دجاج حيت ليه الجلده ديالو، اولا نقول لا اللحم خديت واحد البلاصه اللي ما فيهاش بزاف ديال ما فيهاش الشحمه، ما بيناش ليا انا الشحمه، نقول لا صافي مزيان. هو كاين ديك الطرف ديال اللحم كما فيه البروتين فيه دهون، والدهون اللي غالبه فيها هي الدهون المشبعه. الدهون المشبعه مضره للصحه، كتهلك العروق ديالنا، كتطلع الكوليسترول وتؤدي الى السمنه. كتؤدي السمنه هذيك الدهون بصفه عامه. نعم، ولكن اما الدهون المشبعه بسرعه الدهون المشبعه كتضر الصحه بزاف. نعم. كتؤدي لظهور امراض القلب. بالنسبه للكوليسترول اللي كيكون في هاد اللحوم او اللي كيكون مثلا في البيض، في الصفار ديال البيض كما شرحت البارح، هذاك الكوليسترول عمره ما كيقيس ليا الكوليسترول ديال الدم ديالي. اللي كيضر ليا واللي كيطلع ليا الكوليسترول في الدم ديالي هما هاد الدهون المشبعه. يعني كاين الواحد عنده كوليسترول كيحيد البيض ما كياكلوش كاع، مي كياكل اللحم. هو ما دار حتى حاجه دابا كيتسمى، حيت الحاجه اللي كضر ليه الصحه ديالو كطلع ليه الكوليسترول هي باقا، هي اللي كاينه في اللحوم. كاينه في اللحوم، كاينه في البيض، كاينه اي حاجه جايه من الحيوانات. نعم. بروتينات حيوانيه، بروتينات حيوانيه. نعم. فيها الدهون المشبعه. حاجه اخرى مثلا بالنسبه لهذه المنظمه العالميه للصحه درت واحد الحد ديال 500 غرام في الاسبوع. ملي كنفوتوا هاد 500 غرام في الاسبوع كيطلع لينا ب 30% الخطر ديال الاصابه بمرض السرطان ديال القولون. والا جيتي تشوفي على انه 500 غرام هي اكثر حاجه ممكن. نعم. يستهلكها الواحد. الاقصى الاقصى. نعم. نتي من الافضل حنا كنقولوا مثلا يتكال مره في السيمانه، مثلا اللحم الحمراء تكال مره وحده في السيمانه شي 150 غرام بركه. شويه صعيبه على المغاربه. وحنا تفننا في التحضير ديال الاطباق اللي فيهم اللحم، اللحم بالبقوق ولا كان حاضر ما كتعمرش العين والمعده هي ما كتشبعش. يمكن هذا يمكن غير واحد ما يمكنلوش يحيد اللحم الحمراء من الدجاج، ما كيدخلش عنده كاع بعد الدار ولا
القطنيه ولا لا، كاينين اللحم الحمر كل نهار ما كاينش اللحم الحمر، كاين كيمشي كيحسب له بالدل كيمشي للكفته ولا كيمشي فهمتي، كتبقى هي هي كتبقى هي هي فهمتي. بالنسبه لاي واحد الحاجه انه ملي كيكون مثلا واحد عنده بزاف ديال الانواع ديال كاين بزاف ديال الانواع ديال السرطان، ان فوا الواحد كيتصاب بهم الحاجه اللي كتمنع عليه ياكلها هي اللحم الحمر ما ياكلهاش بحياته كامله. هي واحد النهار بانه السوسيس ما داخلش في البروتينات وما داخلش كانه ومحسوب من اللحوم الحمراء، هو بروتين غير هو بالنسبه مثلا لواحد كيكون كيدير ريجيم ما يحسبلوش من مثلا تكون عندك بروتين تاكلي كما كليتي اللحم ولا كليتي الدجاج ولا كليتي راه بحالو بحال كليتي السوسيس. علاش شنو الاختلاف؟ فيه الدهون كثر فهمتي، على حساب باش تعمر وعلى حساب فهمتي كاين او كيكونوا فيه الدهون كثر من اي حاجه اللي داخل فيه وهذاك الشيء فهمتي. الوغ بالنسبه ملي كنهضروا كنت على هاد الامراض كنهضروا على المدى البعيد، حيت كاين شحال واحد كيقول لك وانا من شحال هادي كناكل اللحم مع ما طرات لي شي حاجه، ما كنهضرش انا على اليوم ولا على غدا، كنهضر على المدى البعيد من بعد الواحد كيضر صحته ما هو السبب داكشي اللي كياكل هو اللي كيبان علينا في صحتنا. دونك الا جينا نشوفوا اللحوم الحمراء كنلقاو المخاطر والاضرار ديالها غالبا المنافع ديالها، ودوك المنافع حنا ديجا كنلقاوهم كما قلنا في مواد اخرى بحال الشكل ديال الاسماك بحال الشكل ديال القطنيه. القطنيه كما قلت الا كانت زاد عليها واحد شويه الخبز او شويه ديال الروز بحال الا كلينا اللحم، دونك ما كاين حتى شي فرق ما بيناتهم بجوج. دونك ما كاينلاش انا نبقى نكثر في اللحم ندخلوا شويه القطنيه ديالنا ناكلوها شي ثلاثه الخطوات في السيمانه هي اقل حاجه ونقصوا من اللحوم الحمراء. وانا كنتوقع الوالد ديالي دابا كيسمعني ما يحملنيش لانك غتحرميه شي حاجه عنده هو مقدس اللحوم الحمراء. دونك الا جينا نشوفوا باش الواحد يبقى بصحه مزيانه وباش يبقى كياكل اكل صحي يزيد في البروتينات من النوع النباتي وينقص من البروتينات من النوع الحيواني ما عدا الاسماك. نعم هذا هو الخلاصه. شكرا لك ابتسام امادي، خلاصه اكيد مفيده، نتمنى وانا كل الناس وكل المستمعين والمستمعات انهم يستفدوا معنا في هذه فقره التغذيه. شكرا لك. الى ذلك الحين ان شاء الله في نهايه نتلاقاو، كنتمنى لك نهايه اسبوع سعيده.